وراه يشوف واحد طلبات الامام والله يخص الموظفين اللي تيخصهم بالغياب يستلم طارق تبارك الله فيه والله اللي يقول دير الكابتن دير الباشر دير العمل دير اربع موظفين مش 10 موظفين في الموضوع من كيف الموظف يوم ديت هذا انا خذ 10 انا رقم كويس تفضل حاضر انا مجهودي درته وقت من هيك والله ما عندي مجهود زوز صوتي وعندي مشرف تمنى اخذ ليش نحاول ورسيت رميت مش عارف مين ده تحرق ده قاعد بس هذا سيطار وين موظفين موظفين ده خدمة فعلا قلب ورب خدمة تقول عملية عادي يعني ترى تقريبا حصل نرى لعلم خذها معلومة حصل هو حديث سهل ليش الخدمة قرانية ليش الموضوع شبه سقوط سبقة قانونية جماعة خدمة من الموضوع ده شكيتون قصد كلام الشركة شركة الحمد لله تم استضافة مدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لمنطقة الواقع بين بلدي فحراء وبلدي كرة وتم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشرفي المحطات داخل البلدية وعدم المشاكل التي يواجهونها هي عدم وصول المياه إلى المواطنين تم مناقشة عدة مشاكل وصعوبات التي يمكن أن البلدية تقوم ب مساعي لحل هذه المشاكل وستتم خلال المدة القريبة إن شاء الله حل بعض المشاكل بالتعاون طبعا مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وعميد البلدية والمجلس البلدي كواب وأتمنى لهم التوفيق وللشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالتوفيق.